أخبار اليوم. إحنا أنا وشعب أسوان بنحمل معالي المهندس إبراهيم محلب رسالة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فحواها أولا بنهنئه بشهر رمضان وربنا يعيده عليه وعلى أسرته وعلى أهل مصر جميعا بالخير والأمن والبركات. مشاكل تختلف، شغالين أيضا في دراسة حقيقية لبحيرة قارون، ابتدينا أيضا في بحيرة المنزلة. إذا اهتمام السيد الرئيس بالبحيرات والعاملين في هذا المجال واهتمامه بالصيادين اهتمام كبير جدا ومتابعة الحقيقة متابعة دقيقة. النهاردة احنا بينكم، ولكن الروح الرائعة اللي انا حاسس بيها انها انا وسط اهلي، وانتوا عارفين طبعا علاقتي بهذا البلد يعني وعلاقتي بيكم في كأهل أسوان، لأنها علاقة عمل بقالها سنوات طويلة وزيارات متكررة. ولكن الحقيقة اللي بيسعدني إن فعلا إحنا الحمد لله النهاردة كلنا شغالين بآلية واحدة، وكلنا شغالين في منظومة واحدة. الحكومة بأجهزتها التنفيذية كلها متداخلة بتشتغل مع بعض بروح الفريق، واللي بيساعد وبيساند أصحاب المصالح اللي هو إيه. ده منظومة رائعة تؤكد ان اي عمل جماعي وليه رؤية واضحة وليه خطة واضحة وفي متابعة، وهذه المتابعة هي اللي ان اي عائق بيزال. ده اللي بيؤكد ان شاء الله ان احنا هننجح في هذه البحيرة. البشائر كبيرة، الامل كبير، هنوصل ان شاء الله 50,000 طن. ليه لا؟ احنا النهاردة بنوصل لكام؟ 20 يا فندم؟ 21. قبل كده كنا بنوصل ل 12 13. اذا برضو ده مؤشر نجاح، هنوصل ل 50. مشروعات تنمية كثيرة، انتم كخبرة ما شاء الله، العرض اتعرض من اهلنا النهاردة في الجامعات، والكلمة الرقيقة الجميلة اللي لمست قلوبنا